السلام عليكم، معكم الشاف صلاح الباتني. إذا عجبتكم قناتي ما عليكم إلا ديروا اشتراك ولا أبوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. وإذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم ما عليكم إلا تكثروا لي من اللجام وتكومنتيو لي أسفل لا فيديو. أنا اليوم راح ندير لكم خبز الدار، ولكن راح نديرو بالطريقة تاعي. راح نديرو عبارة عن بريوش. خلينا نمر لطريقة تحضير هذا البريوش وما هي المقادير اللي نحتاجه فيها. عندي لهنا زوج بيضات كاملين، عندي نص كاس زيت، الكاس اللي يرفد 240 مليلتر، عندي زوج كيسان ايضا تحليب يكون دافي نفس يرفدوا نفس المقدار 240 مليلتر، عندي ملعقة كبيرة تاع عشا ملح، وعندي ايضا ملعقه كبيره تاع عشا السكر عادي، وعندي ايضا ملعقه تاع عشا الخميره تاع الخبز، وعندي ربع كيسان هذو اللي وزنت بهم من قبل كيلت بهم الزيت والحليب، ربع كيسان فارينه. راح نبداو على بركه الله في تحضير هذا الخبز. بسم الله، راح نبداو بالبيض. باش نبين لكم راح نبداو بالبيض، نحاول نخلطو نزيد له نص كاس تاع الزيت، الملح، ونخلط مليح هذه المكونات، نزيد له ايضا سكر، وراح نزيد ايضا حليب الدافي زوج كيسان، ونخلط مليح. هذا الشكل يعني لازم تخلطوه مليح باش يذوب لنا السكر. نزيد الملعقة نتاع الخميرة ونخلطها ايضا مليح، هذا الشكل. دوكا راح نمر للفارينة. راح نمر للفارينة. بسم الله، يعني نحاول ندير زوج كيسان، يعني ما نديرهاش على ضربة، ونخلط غير بالعقل. حاولوا تغربلوا الفارينة تاعكم، ما ديروهاش يعني من العلبة تاعها ديراك ديروها، لأنه يكونوا فيها حبات ما تصلح لكمش الكيفية تاعكم. كما راكم تلاحظوا راح نزيد الكمية الثانية، غير بالعقل حتى تحصل على القوام. ثم ديروا ربع كيسان حتى تحصلوا على القوام يعني المطلوب، لانه البيض المشكل في البيض كاين بيض كبير وكاين بيض صغير حسب البيض. اذا درتو حبات كبار الفرينة لازم تزيدوا، واذا درتو حبات صغار يعني ربع كيسان نورمالمون يكفيو بهذا الشكل. نزيد نكمل
مازال القوام، نزيد هذه الفرينه كامله وراح نخلط حتى نتحصل على قوام اللي نحتاجه. انا راح نجيب بلاطو كما هذا، كما راكم تلاحظوا درت فيه، دهنته يعني بالزبده ورشيته بالفرينه. انتما من احسن الناس اللي عندها البابي دو كويسون ولا بابي سلفيريزي يديروه من تحتها، احسن واحسن. انا دوك هذا العجينه كما راكم تلاحظوا في القوام تاعها، هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه، راهو يعني ما شاء الله بسم الله. نحاول نصبه في هذا القالب، ما راكم تلاحظوا الفرينه تاعنا راهي معمره بالجلوتين. كي تشوفوا الفرينه فيها العلك يعني راهي معمره جلوتين. راح نمشي هذا الخليط او هذه العجينه على كامل قاعده نتاع البلاطو تاعنا او القالب تاعنا. حاولوا ما نخلي والو هذا الشكل. واش راح ندير دركا؟ عندي لهنا جلجلانيه وعندي صفار تاع البيض، راح نحاول غير من الفوق بهذا الشكل. حاولوا نتوما تعدلوها مليح يعني باش ما تجيش معوجه. كما قلت لكم الانسان كي يعود يصور راهو يكون شويه خلل في الله غير بالعقل. راح ندهن كامل الوجه بالصفار البيض ونرجع لكم. دوكا راح ندير الجلجلانيه غير هكا ونحطها. طيب الفرن انا راني شعلته على 200 درجه. كي نحط الخبز تاعي راح نقص في الدوغري، راح نرجعها 180 ونحطها طيب حتى تحمر لي. كي نشوفها احمر تاع الحواشي يعني على الجوانب راح نشعلها من الفوق باش تحمر لي، يحمر لي الوجه يعني يكفي هذا القدر. زدها شويه. انا راح نفوتها للفرن ونرجع لكم بعد ما طيبنا. كما راكم تشوفوا البريوش تاعي راهو طاب يعني مرت عليه 45 دقيقه في الفرن، شعلت عليه الفرن سخنته على 200 درجه، ومن بعد كي فوت الخبز البريوش تاعنا راني نقصت في الدقر جاتها 180 درجه. دوكا راح نحاول نقلبه في هذا الصحن نتاع التقديم. انا راني قلبته كما راكم تلاحظوا، شوفوا الطراوه تاعو يعني جا ما شاء الله. نحاول نقطع معاكم نحي طرف. واذا حبيتوا درتوا المقادير تاعي يعني ما زدتوش ولا نقصتوا تقدروا ديروا في اكثر كما راكم تشوفوا يعني راهو اسفنجي ما شاء الله. هذا هو البريوش تاع نهار اليوم، نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه. ما بقى لي الا نقول لكم في امان الله، صحه فطوركم، نتلاقاو في عدد اخر ان شاء الله.